والهجرة هي أن تهجر السوء، أن تهجر السوء، هذا هو الغرض من الهجرة الحسية. يعني أن الإنسان إذا هاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام لماذا؟ لأجل أن يسلم من السوء. فإذا كنت في ديار فيها خير وفيها سوء، فأنت تستطيع أن تهاجر بهجرك للسوء، بتركك للسوء وابتعادك عن السوء ومحافظتك على طاعة الله وقيامك بأمر الله. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. ما هو أفضل أنواع الهجرة؟ قال الجهاد. قال ما هو الجهاد؟ قال أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغلل ولا تجبن، يعني أنك تجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله، لا قومية ولا عصبية ولا مفاخرة ولا مباهات ولا إظهار عضلات ولا لتحصل على الفائز الأول أو تحصل على الميداليات ونحو ذلك، وإنما لإعلاء كلمة الله. ولا يصاحب ذلك سرقة، فالغلول هو أن تسرق من الغنيمة قبل قسمتها، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ولا تجبن ولا تتولى يوم الزحف، وإنما تكون محافظا أمينا على ما كلفت به من قائدك.